تحت شعار دور الشباب في تنمية جزر القمر، انطلقت بالرباط الدورة الثالثة للقاء الطلبة القموريين بالمغرب. اللقاء الذي تنظمه جمعية الطلبة القموريين بالمغرب بدعم من جامعة محمد الخامس يندرج ضمن الرؤية العلمية والبيداغوجية للجامعة الرامية لتشجيع وتثمين كافة المبادرات المتعلقة بالطلبة المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب. تنظيم هذه الندوة كيجسد الإرادة ديال جامعة محمد الخامس بالرباط لدعم جميع المبادرات، المبادرات العلمية، المبادرات الأكاديمية اللي من شأنها النهوض بالقارة الإفريقية، خصوصا إفريقيا جنوب الصحراء، تماشيا مع الرؤية واستراتيجية ديال صاحب الجلالة بخصوص تموقع المغرب في القارة الإفريقية، وخصوصا كما قلنا إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا الشيء ماشي غريب على جامعة محمد الخامس بالرباط لأنها سباقة في هذا المجال هذا. بالنسبة لهذا العام قررنا التركيز على شباب جزر القمر الذين سيكونون في المستقبل القريب القوة الدافعة للتطور في بلدنا، خاصة مع وجود سياسة تمتد لغاية 2031. وكطلاب قمريين نعتقد بأننا نحن من سيعمل على تطوير بلدنا. لقاء طلبة جزر القمر بالمغرب يعد موعدا سنويا لاجتماع الطلبة الجامعيين القمريين بالمغرب والذين يبلغ عددهم حوالي 1200 طالب يدرسون بمختلف الجامعات الوطنية، إضافة إلى متدخلين وخبراء مغاربة وقمريين في المجالين الأكاديمي والاقتصادي. Aujourd'hui c'est une occasion pour nous. اليوم هو فرصة لنا لتمثيل بلدنا، فكما تعلمون جيدا فنحن لا نتوفر على سفارة بالمغرب، إذن فجمعية الطلبة القمريين هي بمثابة تمثيلية دبلوماسية بالمغرب الذي أصبح وجهة علمية مفضلة للعديد من الطلبة القمريين. اللقاء يهدف إلى وضع مخطط للتبادل العلمي وإشراك الشباب في التفكير في حلول لمختلف الإشكاليات التي يواجهها المجتمع القمري من خلال مناقشة العديد من المواضيع المختلفة.